الشوط العاشر وهو الخاص بالإذاعة الأبكار المهجنات الأصايل، شوط الختام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة مع أشواط التميز، أشواط النخبة، الشوط العاشر وهو الخاص بالإذاعة الأبكار المهجنات الأصايل. من تمت انطلاقته منذ لحظات نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع أيضا التحديات الرائعة وما يحمل هذا الشوط من تنافس، من تحدي، من اثاره مع اشواط النخبه. قرطاسه من انطلقت بناموس هذا الشوط، قرطاسه وبالشعار هجن العاصفه يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الشايبه، من تتسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري من يعلن هذا الانطلاق. المركز الثالث من الجانب الاخر التحديات لنشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وبقيادة مطر بن سيب اللاحد المضمر المنتشي ينطلق مع نشوة مع المركز الثالث. رابع التحديات أرهني غالية مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري من يتابع هذا الانطلاق لغالية. ومع المركز الرابع من تنطلق بهذا التحدي المثير، يا سلام، المركز الخامس من الجانب الاخر أرهناك الظبي التابع لهجر الرئاسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي احد شبابنا ايضا ينطلق مع الظبي اللي انطلقت بدورها. مع المركز الرابع المركز السادس القدوم في هذه اللحظات لدفرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة دفرة. ومع المركز السادس المركز السابع ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه اللحظات، نتابع المركز السابع والتنافس. ولكن من الجانب الاخر ارى الانطلاق للظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم وقيادة سعيد بن راشد بن غدير من ينطلق مع الظبي مع المركز السابع. ثامنا نتابع فكرة وايضا شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة من يقدم أفكاره أيضا وانطلاقته أيضا مع فكرة مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرهني الظبي، أرى الظبي تاتي تاسعا لبشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سلطان بن رشيد مضمرها. وعاشر التحديات الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى في ختام هذه الأشواط المسائية الجميلة والرائعة مع أشواط النخبة مع أشواط التميز. نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والتغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام أرهني الظبي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، انطلقت مع التحدي المثير، يا سلام، الظبي وبالشعار هجن الرئاسة الشعار الأحمر الشعار الغالي على قلوب الجميع وبقيادة أحد الشباب عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع انطلاقة الظبي. المركز الثاني أرهني قرطاسة مع المركز الثاني التابع لهجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ثالث التحديات نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة مطر بن سيب اللاحج. المركز الرابع أرى التسلل لدفرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاق الدفرة مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم للظبي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع انطلاقة الظبي اللي انطلقت بدورها مع المركز الخامس بطريقة إلى الصدارة بطريقة إلى المقدمة مع التحدي المثير، يا سلام يا سلام يا سلام. سادسا من الجانب الآخر أرهناك الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع نتابع الشايبة مع المركز السابع بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد المكتوم وسالم بن حمد بن هيان العامري من يعلن انطلاقة الشايبة ثامنا غالية بالشعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بن العرط الحميري من يعلن هذا الانطلاق الدور دور المركز التاسع ننطلق مع مسكته من تتسلل مع المركز التاسع التابعة لإجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر بأرى التحديات لفكرة وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير والمتابعة لفكرة وهي تنطلق مع المركز العاشر. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة نتابع التحدي نتابع الإثارة على مقدمة هذا الشوط يا سلام يا سلام يا سلام أراهني الظبي أرى الظبي من قادة المجموعة وهي تنفرد بالصدارة تنفرد بالمقدمة ولكن أرى التحديات أرى التحديات مستمرة أرى الانطلاقات رائعة يا سلام يا سلام يا سلام الظبي وبشعار هجن الرئاسة عيسى بن احمد بن مائد الخيالي من يتابع انطلاقة الظبي قرطاسة مع المركز الثاني وبالشعار هجر العاصفة يقود هواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث بقى هني ارى التسلل لدفرة ومع المركز الرابع الظبي بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير من يعلن هذا الانطلاق وارى التسلل مع المركز الخامس للظبي بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتعب المضمرين أو أرهني الظبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم يقودها أحمد بن سلطان بن رشيد من يعلن انطلاقة الظبي مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام مغادرتنا للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير يا سلام نتابع 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 قرطاسة نتابع قرطاسة اللي انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة يا سلام يا سلام يا سلام شعار هجن العاصفة ينطلق بناموسي هذا الشوط مع قرطاسة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يعلن هذا الانطلاق ولكن أرى الظبي أرى الظبي مع المركز الثاني التابع لهجر الرياسة وبقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن راشد بن غدير بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى الظبي أيضا بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد مضمرها اللحظات اللحظات الاخيره اللحظات الختاميه في هذا الانطلاق المتميز الصراع مرير على مقدمه هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكروب يا سلام والظبي الظبي الظبي تنطلق بالصداره تنطلق بالمقدمه بتضيف النقطه الثانيه لهذا الشعار شعار هجن الرئاسه وبقياده عيسى بن احمد بن مايد الخيلي الظبي واللحظات اللحظات الأخيرة قرطاسة تحاول يا سلام الظبي وقرطاسة ولكن الظبي هي الأقرب هي الأقرب في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الظبي بالمركز الأول تهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي قرطاسة مع المركز الثاني من هجن العاصفة المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوم المركز الرابع تصرف فيه الظبي اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم المركز الخامس من هجن العاصفة نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الظبي إلى خط النهاية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري 9:30 وجز واحد من الثانية توقيت الظبي تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني موصولة لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري بينما اللي وصلت مع المركز الثاني قرطاسة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:30 وخمس أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الظبي تصل مع المركز الثالث تقطع المسافة في 9:32 وفاء وتماما تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتهاني لسعيد بن راشد بن غدير تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة.